الحاج محمد من الدقهليه اتفضل. اهلا السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ سامع؟ اهلا بيك يا حاج محمد. حضرتك انا كنت كلمت حضرتك مره قبل كده وبالنسبه لتبوير الارض والرش المبيد، وكلمتوا لي مشكورين الاستاذ وكيل اول وزاره في المنصوره، فبيقول لي احنا هنعمل لك ايه، احنا بنعمل لك معاينات وخلاص. قلت له يا استاذ الارض بقى لها 7-8 سنين بور واحنا مش لاقيين ناكل ومش عارفين نزرع. بيقول لي احنا الزراعه بتعمل لك معاينات وخلاص، طب احنا هنسيبها بور كده اكتر من فدانين ارض يا استاذ؟ ايوه فاهم، انا فاهمك وفاكر كويس، بس انا عايز اسالك على حاجه. انت بتتكلم انا هحكي لك المشكله لان انا ما بنساش الحمد لله. انت كنت كلمتني وقال لي في، قلت لي في جيران ما بيننا وما بينهم عداوه، او في حد ان المهم ان هو بيجي يرش لك مبيد في الارض فالارض ما بتتزرعش، صح؟ حصل يعني انا فاكرك. ايوه يا طيب دلوقتي وكيل الوزاره عمل لك المعاينه عشان يثبت لك ان الارض دي بفعل فاعل فيها مشاكل. ليه انت ما عملتش محضر يا استاذ؟ هو ما عملش ده، هو كلمني في التليفون الاستاذ عندكم اللي في الكنترول، ادتني رقمه. بقول لك ايه، قال لي انت مش عملت معاينات، هنعمل لك ايه؟ ايوه هو الراجل بيتكلم صح. دلوقتي انا معاك معاينات، ليه ما عملتش بلاغ في الشرطه؟ ما هو حضرتك انا بعمل معاينات، الشرطه تقول لي روح للزراعه والزراعه لا 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 لا، الكلام ده مش سليم. اسمعني، اصل انا لو في مشكله جات لي بذاكرها. فانا لو انت عاوز تبور الارض عشان تبنيها ويبقى ده الدافع ويبقى المعاينات اللي بتجي لك دي تفتكر ان هي يعني هتعفيك من المخالفه، الكلام ده مش هيتم. انا راجل فلاح وانا راجل صريح معاك، انا ممكن اجاملك واقول لك لا الراجل ده فين وحقه فين، انا صريح معاك. مفيش حد يا استاذ سامي، يا حاج محمد يعني، يا حاج محمد يعني، لا لا اسمعني انا بسمعك وفاكرك. مفيش حد بيفرط في ارضه. انت ما ينفعش تقول لي اصل في ناس بتيجي ترمي لي مبيد وما اعرفهمش. انا مش بدور على اشباح، انت راجل عارف مين اللي ما بينك وما بينه نزاع ان وجد هذا النزاع، وبالتالي انت بتقدم فيه شكوى في الشرطه بياخدوا معاه الاجراءات. عمر ما الشرطه تروح هتقول لك هات الزراعه، محتاجين ايه من الزراعه؟ محتاجين معاينه، المعاينات معاك. انت بقى مش عايز تتحرك عشان بعد كده يبقى فيه بناء في المستقبل، خلي بالك ان الحبس وصل لخمس سنين والغرامه لخمسه مليون والاثنين مع بعض. هذا الكلام ده عارفه والله انا. ايوه لو انت عايز مني حاجه ثانيه، انت دلوقتي بكره الصبح تروح تعمل بلاغ في اسم الشرطه، وانت هناك لو في مشكله قابلتك او عايز ورق اسمعني كلمني وانا هخلي وكيل الوزاره اللي يكلمك على التليفون وانت موجود جوه القسم. ماشي يا بي، ماشي يا بي. محتاج ماشي. ايه تاني اجي يعني اقول لك ايه؟ انما لو انت فاكر ان المعاينات دي هتعفيك من المخالفه بعد كده انسى الملف ده يا ريس. بس انا عايز اعرف حضرتك حاجه، اهم حاجه حضرتك تكون عارف ان انا اقسم بالله انا عايز ازرع الارض وانا عايزك تزرعها والله. انا بفرح لما اشوف كل شبر من الاراضي المصريه منتج واخضر وجميل، لان احنا كلنا بنحب. انا راجل البلد. فلاح وهي مصدر رزقي. انت يعني ايه راجل فلاح؟ هو ليه دايما بيقولوا انا راجل فلاح؟ الفلاح ده احنا اللي بنتشرف بيه يا حاج محمد، ده عزه وكرامه المصريين، ده عزه وكرامه المصريين. فانا زي ما انا انت يا دوب بتقول لي المشكله انا حكيتها لك. لو سمحت اتحرك بكره واعمل بلاغ لو في فعلا حد بيقوم بعمليه الاتلاف. اشكرك.